نافادنا بن صالح بن حامد السعيدي اول مناظر في ام العرايس. خويا مناظر، نحنا الارامل نتاع ام العرايس راهو لا من سمعنا لا من داري علينا. نمشي للمعتمد قلنا خط احمر، نمشي للوالي قلنا خط احمر، وين نمشي قلنا لنا خط احمر، والبناء الخدمه عندك 3 ملايين تدخل تخدم، ما عندكش 3 ملايين ما تدخلش تخدم، ما عندكش كتف ما تدخلش تخدم. لا عمري 67 سنة ولدي طلع من المجموعة اللي طلع نحو يقول لقب نتاعو خادم، مش لقب نتاعو من أم العرايس، لقب نتاعو من قابس نحو. تمشي تلهم قلت لهم قرابي راه، مشي تلهم قلت لهم هذه ليش؟ قالوا لي نحن هذاك اللي عندنا. قلت لهم راه ثم حاكم وثم حقوق اليسير وثم الواحد وين يمشي. قالوا لي كان عندك ريح ضاري 10 فهمتي؟ وهذيا نحوها زادك الكيف. بابا عمره 70 سنة، بابا عمره 70 سنة وعنده أخو معاق، عنده أخو معاق ومربي ولد خالها، أمه ميتة وبيو ميت ونحونا من الخريطة. المرأة هذي قالوا البنات ما تخدمش، هي عندها كل بنات، قالوا كي تخدم رجال من العرايس وكل تخدم البنات، بالله اللي عنده كل بنات شكون باش يخدم عليه؟ رضا عزيز من ام العرايس، مغسل قفصه من العرايس، عندنا 13 فرد متدخلين في ضرب جوع من نهار 11، من نهار 11، عندنا قرابه 10 ايام في ضرب جوع، فهمتي؟ لمن سمعنا لمن جا صورنا لمن جا حكام معنا لهنا، لا سلطة لا ما جا حد، ناس كلهم توفيتنا يجوا لهنا ثم ترانات باقي تهز في الفصفات من هنا السكه يقولوا هاي مسكره ودرا شنو راهي تخت، السكه راهي تخت، ما ثم حتى عطب. الفصوات باقيين يخرجوا فيه بالكماين بالخسارة، الطرناطة تخرج ب 25 دينار والتراي يخرج ب 5000 فرنك وما يحبوش، معطلين هما كاك يقولوا راهي السكة مكسرة، واحد الفصوات يتاجروا بيه باقيين يخرجوا فيه بالكماين كاك بالخسارة، فهمتني؟ يجي واحد يسكر ولا يتكلم يهزوه، يقول لك راني باش نهزك ويتهمك بقضايا ما تخطرش على بالك جمل. عندنا 13 واحد يحلوا لنا مطالبنا.